بصعوبة يدفع موظفون الدرج باتجاه الطائرة الرئاسية. يهبط الرئيس الأمريكي من إير فورس وان بينما يحاول حماية وجهه من الثلوج الكثيفة. يتوجه بايدن إلى البيت الأبيض مستخدما نسخة من سيارته بدفع رباعي بدلا من الليموزين المصفحة. يعكس ما واجهه الرئيس الأمريكي ظروف أول عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الموسم. شلت العاصفة الثلجية الحياة بشكل عام، أغلقت المدارس والمقار الحكومية، بينما ظل البعض عالقا على الطرقات لساعات طوال جراء إغلاق البعض منها. السيناتور تيم كين يقول في تغريدة إنه قضى 21 ساعة عالقا على الطريق السريع بسبب العاصفة، ولم تكن حركة المرور هي التي تعطلت فحسب. حركة الطيران أيضا تأثرت بشكل كبير، آلاف الرحلات الجوية ألغيت وأكثر منها أجل. أما التأثير الأسوأ فهو انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في ولايتي ميريلاند وفرجينيا. وبينما يواجه السكان العاصفة، انتهز البعض الفرصة لبدء معركة هذه المرة بالثلوج. لم نقم بهذا من قبل، سمعنا على الراديو إن كثيرين يتجمعون هنا، فقررنا الانضمام. نعيش على بعد 20 دقيقة من هنا، ومع ذلك حضرنا. رغم أجواء الفرح بموسم يبشر بكثير من الثلوج، ترهق مثل هذه العواصف الميزانية بتكلفة تتراوح ما بين مليار إلى 5 مليارات دولار سنوياً. ومنذ عام 1980 واجهت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 308 من كوارث الطقس والمناخ. إلى جانب الخسائر البشرية الباهظة، تجاوزت التكلفة المالية لهذه الحوادث وفق موقع وذر نيشن تريليوني دولار أمريكي. ريما بحمدية، العربي، واشنطن.